سعداء جدا بالفريق القومي المصري اللي هيشرف مصر ان شاء الله، واحنا سعداء برضو بالقرعه. صحيح مش لازم يتم التهوين بقوه اي فريق، غينيا الاستوائيه زيها غينيا زيها زي نيجيريا بالضبط. ان شاء الله هنتجاوز عقبه نيجيريا في الماتش الاولاني، وطبعا الشعب الكاميروني هنا بيحب مصر، واكيد هيكون في مشجعين كتير من شعب الكاميرون للفريق المصري. صحيح جروة في اقصى الشمال مش بعيدة عن نيجيريا، لكن ان شاء الله مع السفارة المصرية هيكون في ترتيب لرحلات، سواء كان للمشجعين باسرهم او المشجعين من الكاميرون اللي هيأزروا الفريق المصري ان شاء الله. واحنا متعودين دايما ان المصريين في الازمات المعدن الاصيل بتاعهم بيظهر، واحنا معتمدين على الله سبحانه وتعالى ثم شباب الفريق القومي المصري، ومتأكدين تماما ان شاء الله هم جايين عشان البطولة. احنا داخلين كاس افريقيا علشان نكسب البطولة ونرجع بالكاس لمصر ونفرح كل مصر.